اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من فولو اب، معي انا يارا. رح نبدا اخبارنا عن فيديو انتشر لحال المخيمات بعد ما وصلت العاصفه لودوس. والله محزون جدا جدا، نحن من الساعه 12 بالليل من 11 بالليل لحد الان ما بنعرف ايش النوع، ما بنعرف ايش الرقم. خيام طارت على الوادي شي 200 متر لتحت. خبرنا الثاني بسوريا، ونظام اسد عمل مفاجاه لمواطنينه، والمفاجاه برعايه غرفه التجاره. بأمريكا خبر عن شاب يهودي بيكتشفوا عيلة زوجته أنه لبناني شيعي يهودي، وفيديو بيوثق لحظة عفوية لطفل أردني وقت فاز الأردن على السعودية. أسألك، الفوز لنا ولا لكم؟ لنا! الأردن! يحيى الأردن! يحيى الأردن! اسمعني اسمعني، قل لا إله إلا الله. لا إله إلا إن شاء الله. أنا رأيي أنت ما شاء الله عليه وذكي وبطل. خلونا نبلش نشوف تفاصيل الأخبار وكيف كان تفاعلكم عليها. مأساة ما عم بيلتقى لها حل، سنين طويلة ونحن بنتمنى بس أهالي المخيمات يستقروا ويكون لهم حقوقهم، أبسط حقوقهم بحياة كريمة مع أولادهم وبصحة منيحة. المأساة بتبلش من قصف الميليشيات لبرد أول الشتاء لشدة الحر للفيضانات، قلة المواد الغذائية، انتشار الوباء والتعليم اللي انحرموا منه أولاد المخيمات، وقائمة تطول لأبسط مقومات الحياة. العاصفة لودوس اللي عصفت باسطنبول وصلت لجنوب تركيا وشمال سوريا لمخيمات إدلب. هاي الناس اللي عم بتحاول تقاوم كل أساوة ظروف حياتهم، للأسف العاصفة وصلت لعندهم. خلنا نشوف الفيديو مع بعض. والله محزون جدا جدا، نحن من الساعة 12 بالليل من 11 بالليل لحد الآن ما بنعرف إيش النوع، ما بنعرف إيش الرقم. خيام طارت على الوادي شي 200 متر لتحت، صرنا نربط هاي نمسك بالبواري نمسك الجادر، يعني قسما بالله شي مؤلم جدا جدا. واطفال صغار عمرها سنه ونص كانت تطلع على الجار حوالين الخيام، هيك مصفره بين ما تكون دفاير وأكلة وكل شيء اللي عندها، هيك تطلع تنقذ الخيام. قسما بالله شيء حدا يستر علينا ويدير باله على هالعالم، شيء مأساوي جدا جدا. خيام لا بترد مطر ولا بترد هواء، لا يعني الشمس استغفر الله ما عم بتردها. الله المستعان. طيب كيف وضعكم هون؟ كيف الجو؟ كم يوم صلتوا هون بالمخيم؟ شي شهر، 20 نهار شهر يعني. نحن طلعنا من تحت قصف بشار الاسد، جينا لهون على المخيم، على مخيم بحر، طلع امبارح اصعب لسه من القصف اللي كان موجود عندنا. يعني طلعنا من تحت القصف جينا لتحت البرد والمطر، وخيمنا كلها طارت. والله نحن كل الليل نحن ماسكين البواري ونرقد ونجيب بوري من هون. من التعليقات على هذا الخبر، تعليق من إبراهيم اللي بيقول: مخيم ربع الجور بكفر يحمول يوجد فيه خيم سفينة طارت. أما ريم فعم تقول: وين الدول الداعمة؟ وين حقوق الإنسان؟ وين المنظمات؟ ولأمتى رح يبقوا هدول الناس بالمخيمات؟ هدول بشر، والله بشر، حسبي الله ونعم الوكيل. أما أبو علاء فعم بيقول: شعور بالعجز وما طالع بإيدنا شيء، على الأقل نشارك، بلكي اللي بيقدر يساعد بيصحى ضميره وكرمال خاطر هالكبار والولاد. تخيل أنت ببيتك وفزعان من العاصفة والهواء والبرد، تخيل بس هالأطفال بالمخيمات وهن بردانين والهواء مطير خيمتهم، وفوقها شايفين الخوف بعيون أهلهم وقلة الحيلة بإيد الكل. هذا فعلا اللي بينقال عنه أنه قهر، وقهر كبير. نظام أسد بسوريا حاسين أنه في شيء ناقصه للمواطن السوري، ولازم يأمنوا له إياه بأقرب وقت لحتى ما يحس بهذا النقص. لهيك من مبارح ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر برعاية غرفة تجارة طرطوس. الخبر بيقول: بدء العمل في تجهيز شجرة عيد ميلاد لهي السنة، حتى ركبوا الإضاءة رغم ندرة الكهرباء، بس يعني الواجب واجب، والجماعة ما حبوا ينقصوا على مواطنين شيء. لهيك المواطنين نفسهم تفاعلوا مع الخبر، والتعليقات كانت على الشكل التالي. تعليق من رحاب بيقول: بكرة بصير التجهيزات الأولى لسرقة شجرة عيد ميلاد. أما سهير فعم بيقول: لتكونوا ناويين تضووها باللدات، الشجرة مضواية وبيوتنا معتمة. محمد جلاد عم بيقول: كل شخص بيمتلك شجرة الميلاد فهو لا يستحق الدعم وسوف يتم حرمانه من عطايا الحكومة. تعليق آخر بيقول: الله لا يحرمنا من نعمة العقل، أغلبية مدن أوروبا بيروحوا بيقطعوا شجرة وبيحطوها بنص المدينة، إلا بسوريا لازم يكون من البلاستيك وبيكونوا صرفوا عليه مليون، فالمسؤول بيعطي الفاتورة بخمس ملايين.
تعليق محمد سلمان بيقول لو يحسسونا انه مو شحادين ومو ملاقيين الخبز على الاقل مشان نعرف انه شايفين خاطرنا بالشجرة. حكومتنا مهزلة. مين منكم مسلمين او مسيحية ما بيحسوا بخصوصية هاي الفترة وجماليتها؟ ومين منكم ما بيتذكر الحارات وهي مزينة بزينة الميلاد وراس السنة؟ بس اللي عايشين بسوريا هالايام لا بيشوفوا زينة ولا بيشوفوا احتفال، حتى النور ما عم بيشوفوه. برأيكم مشاهدينا كيف رح يضوي الشجرة؟ أو شو الفعاليات اللي ممكن تصير بظل الخدمات الشبه معدومة؟ بتسمعوا بشخص ثنائي الجنسية أكيد، بس بعمركم سمعتوا بشخص ثنائي الدين؟ هذا العرس لشاب عشريني لبناني شيعي يهودي مع حب حياته، وهذا الخبر حقيقي ومو مزحة. علي حويلي عمره 23 سنة، لبناني شيعي الأصل، بس انتحل صفة اليهودي، ومو بس اليهودي العادي، لا اليهودي المتشدد كمان. بقي هيك لسنوات طويلة خلال إقامته بأمريكا، واختار لحاله اسم أحد أنبياء بني إسرائيل إيليا، وأتقن العبرية والطقوس الدينية والنشط فوقها بجماعات يهودية لدعم إسرائيل لحتى يقدر يمثل بشكل كبير أنه هو فعلا يهودي المعتقد. وخدع الجميع، ولكن ما كان بيتخيل أنه عرسه من حب حياته على أساس رح يكون نقمته ويكشف هويته الأصلية. بالعرس ما حدا حضر من قرايبينه، وبلشت الشكوك أنه وين عيلتك يا عريس؟ بعد أسبوعين بس من العرس، عائلة العروس لقت ببيت بنتهم وثائقه الخاصة ومنها جواز سفره اللبناني وباسم مختلف. هذا الشيء خلى مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي يفتح تحقيق معه لحتى يكشف إذا كان منتمي لجماعة إرهابية بتسعى للتسلل للمجتمع اليهودي مثل ما ذكرت بعض الصحف الإسرائيلية. قصة علي أثارت الجدل على مواقع التواصل، ومن بينها مايا شاهين اللي علقت بكلمتين بس وقالت هاي القصة فيلم هندي. حساب آخر بيقول قابلية هائلة للتلون مع المحيط، بينما أنس اعتبر القصة مجرد حب فعلق يعني خلص الزلمة طلع بينه وبينه قصة عشق، من وين لوين عملتوا أنه خدعهم؟ أما زاهر فخالف الرأي تماماً بتعليقه وقال شكله نزل على طمع وبيزبط الوضع معاها. سلام وجهت تعليق للعروس وقالت ألف مبروك وتعيشي وتاكلي غيره. اكتبوا لنا مشاهدينا رأيكم بقصة علي إيليا، هل كان انتحال شخصية ولا هذا تحول ديني لمجرد الحب وبس؟ ولا فعلاً في وراء نوايا مرتبطة بجماعات إرهابية؟ أسألك الفوز لنا ولا لكم؟ لنا! الأردن! يحيى الأردن! يحيى الأردن! اسمعني اسمعني قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إن شاء الله أنا رأيي أنت ما شاء الله عليه وذكي وبطل. وقول إن شاء الله. يقول إن شاء الله. السعودية اسمعني اسمعني لحظة. هذا المقطع لطفل أردني من مدرجات مباراة السعودية والأردن بكأس العرب بقطر، وهو عم يتحدى فيه مشجع سعودي بالفوز بحماس وثقة كبيرة بمنتخبه، بس ما كان بيعرف أنه ممكن يسبب له شهرة ويخطف الأضواء من الكل ويصير ترند، لأن المشجع السعودي اللي تحدى الطفل هو إبراهيم الفريان أحد أشهر الصحفيين الرياضيين بالسعودية والخليج. خلونا نكمل الفيديو مع بعض. فعلا انتصر الطفل بالتحدي وفاز الأردن على السعودية بهدف وحيد سجله عن طريق الخطأ بمرمى المدافع السعودي عادل الدوسري، ولكن انتصار الطفل على إبراهيم الفريان زاد من انتشار المقطع. إبراهيم هو صحفي رياضي سعودي من عام 1981، اشتهر بتغطياته المميزة للأحداث الرياضية والتقاط الصور والمقاطع الخاصة مع نجوم ومشاهير كرة القدم، حتى لقبوه الناس بملك الفلاشات من مادونا لرونالدو لكريستيانو حتى ميسي والدته وغيرهم كتير، حتى بعضهم فنانين وأمراء وملوك. من التعليقات اللي كانت على مقطع الطفل والفريان تعليق محمد اللي قال والله عشانه يعني طفل كان بدي الأردن تاخذ البطولة. أما نور فقالت يا عمري انفرط الولد، يلا كويس فزنا عشان ما تجي جلطة، مش هون المشكلة، خايف عليه من المباريات الجاية اللي رح تكون أصعب جداً من هي. أما تركي فقال ما شاء الله عليه وعلى وطنيته وشكراً للإعلامي إبراهيم على هذه اللقطة الجميلة. تعليق من حسن بيقول عفوية طفل أردني. بنختم بمقطع ظريف للطفل نفسه بس بعد الفوز. وحبيره
هاي كانت آخر أخبارنا لليوم، وهيك بكون وصلنا لنهاية حلقتنا. موعدنا بجدد معكم بحلقة جديدة الأسبوع الجاي. لا تنسوا تابعونا على أوريانت وأوريانت بلس، وتستنونا بحلقة جديدة الأسبوع الجاي.